وخالطهم وزايلهم حذارا، وكن كالسامري إذا لمستا. نعم، خالطهم لكن على حذر. شوف السامري ماذا كان يقول؟ لا مساس، لا مساس، كن كذلك. يعني هؤلاء السيئون خليك حذر منهم، قل لهم دائما لا مساس، لا تخالطهم مخالطة كبيرة، لأن هؤلاء سيضرونك، سيجرونك إلى المعاصي. كن كالسامري لا مساس، يعني كن بعيدا عنه، اجعل بينك وبين أهل المعاصي يعني جدارا، حائطا، شيئا سميكا، بحيث أنك لا تخالط هؤلاء حتى لا يجرونك إلى ما هم فيه من الضلال. نعم. وإن جهلوا عليك فقل سلاما، لعلك سوف تسلم إن فعلتا. ومن لك بالسلامة في زمان، ينال العصم إلا إن عصمتا. يعني يقول الزمان سيء، الزمان سيء، يقول إلا من عصمه الله تبارك وتعالى. يقول ومن لك بالسلامة في زمان ينال العصم. العصم هي الأوعال التي تكون في رؤوس الجبال. يقول هؤلاء شرهم مصر إلى الأوعال التي في رؤوس الجبال، يعني زمان سيء، ناس سيئون. فيقول إذا وصل الناس إلى هذه الدرجة من الفساد، ما في عصم إلا الله تبارك، إلا إن عصمت، إلا إن عصمك الله تبارك وتعالى. فالعصم إذن هي الوعول التي تعيش في أماكن مرتفعة. وإذاك يقول في الحماسة وأدنيتني حتى إذا ما ملكتني، بقول يحل العصمة سهل الأباطح. العصم اللي هي الوعول. نعم.